شي مرة شعرت بالقلق بغرفة صفراء؟ هل اللون الأزرق بيخليك تشعر بالهدوء والاسترخاء؟ الدراسات اليوم رح تخبرنا، لطالما اعتقد الفنانين ومصممي الديكور الداخلي أن اللون بيأثر بشكل كبير على الحالة المزاجية والمشاعر والعواطف، ويعد اللون أداة اتصال قوية ويمكن استخدامه للإشارة للعمل والتأثير على الحالة المزاجية وحتى التأثير على ردود الفعل الفسيولوجية. ولكن شي مرة فكرتوا شو مدى تأثير الألوان على حالتنا المزاجية وعلى سلوكنا؟ بالواقع الدراسات عم تقول في علاقة قوية بين الألوان والمشاعر البشرية، وتعرف العلاقة باسم عالم نفس الألوان يلي بتأثر على حالتنا المزاجية بطرق مختلفة. فعلى سبيل المثال، الألوان الدافية مثل الأحمر والبرتقالي والأصفر يمكن أن تثير مشاعر الإيجابية مثل السعادة والتفاؤل والطاقة. أما الألوان الباردة مثل الأزرق والأخضر والأرجواني يمكن أن يكون لها تأثير على مشاعر الهدوء والاسترخاء. أما بالنسبة للألوان المحايدة مثل الأبيض والأسود والرمادي يمكن أن تثير مشاعر متوازنة مثل الهدوء والانسجام والاتزان. أما استخدام الألوان بملابسنا على سبيل المثال، بإمكاننا ارتداء الألوان الساطعة إذا كنا منرغب بجذب الانتباه، أو ارتداء الألوان الداكنة إذا كنا عم نرغب بالظهور بشكل أكثر احترافية. وطبعاً هالألوان ما اجت عن عبث، وإنما إلها دلالات بيختلف وبيتفق عليها العديد من الأشخاص. فمثلاً الأحمر بيدل على الحيوية والعاطفة، الأزرق يعتبر مهدئ ويمثل السلام والثقة، الأخضر يدل على الطبيعة والنمو والاسترخاء، الأصفر بيعزز الفرح والحيوية ويعتبر منبه بيزيد من الحماس والتفاؤل. أما البنفسجي له دلالة على الرومانسية والإبداع وممكن يعزز التأمل والتفكير العميق. الدراسات ما وقفت هون، وإنما قالت أنه هالألوان لها دلالات نفسية بتأثر على قراراتنا اليومية، من اختيار الألوان بديكور المنزل لاستراتيجيات التسويق اللي عم نهدف لها بجذب الانتباه، ولها التأثير على سلوك المستهلكين حتى عند اختيار الملابس لتعكس المظهر الملائم لشخصية الفرد. ولكن بالختام رح نخبركم عن علم نفس اللون كعلاج. يستخدم اللون الأحمر لتحفيز الجسم والعقل ولزيادة الدورة الدموية، أما اللون الأصفر يستخدم لتحفيز الأعصاب وتنقية الجسم، أما البرتقالي لزيادة مستويات الطاقة، والأزرق بيهدئ الأمراض وبيعالج الآلام. وبيعتقد بعض الباحثين أن الظلال النيلية أو البنفسجية بتخفف من مشاكل الجلد.